السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر حضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويبارك فيك، بارك الله بقول فيك. لحضرتك يا شيخ، صديقتي عندها جروب على الفيسبوك بتبيع فيه جبن وشنط ومستحضرات بقى اللي هي الكريمات والزيوت والحاجات دي. في شقين في السؤال. نعم، أيوة، صديقتك لها مجموعة على الفيس. فيسبوك عاملة جروب بتبيع فيه بقى شنط وجزم وحاجات مكياجات حاجات. ماشي، وبعدين؟ ففي شقين، السؤال الأول الكلمات دي هي يعني ماركات معروفة عالمية، بس يعني احنا ما بقاش عارفين المكونات بتاعتها دي، هل على المدى البعيد ممكن تأذي الناس ولا لأ؟ بس هي ماركات يعني اكتر حاجة مشهورة، اكتر ماركات مشهورة يعني هي معروفة في السوق، مثلا صابون لوكس معروفة. مثلا. معروفة ايه في السوق ان هي دي حاجات عالميا، يعني ان هي اجود الحاجات عالميا. خلاص، مش لازم انت بقى تدخلي، مش لازم كل بقى يكون محلل للمادة. ايوه يعني ده مش حرام التجارة في الحاجات دي؟ لا لا، طيب وبالنسبة للايه يا دكتور يا شيخ، ان في اوقات بيبقى في منها عطور، وطبعا ما بنبقاش عارفين ان هل النساء هيحطوها في ال مالكيش دخل بيها، بيع وخلاص، بيع وخلاص، ولا اسم عليك. يعني تبيع مش حرام؟ لا مش حرام، مش حرام. مش على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت امرأة تشتري الذهب، كانت ممكن تأخذ الذهب تلبسه وتتبرج به وترفع يدها وتتدلع أمام رجال، وممكن تستر نفسها، وكان الذهب يباع. طيب والشنط اللي بيكون فيها زينة أو مزخرفة، والأحذية برضو أوقات بيكون فيها زينة برضو ومزخرفة وكده، كل شيء التوسط فيه مطلب. هذه برضو مش حرام؟ لا، إذا كان في حاجة يعني تلفت الأنظار وتساعد على الفسق والفجور ابتعدوا عنها. طب ودي نعرفها ازاي يا يعني شيخ؟ ما نمسك هقول في لك، هو الأنظار مثلا ازاي؟ ما هي بيبقى حذاء، هيبقى فيه مثلا لون ملون، شنطة مثلا فيها توكة ملونة كده. يعني في حذاء مثلا المرأة تمشي وهو ينور، فهذا اللي ينورها يلفت نظر الرجال، صح؟ صح. فخلاص ابتعد عن كده. لكن لو في زواق او حاجة بسيطة عادي خفيف يعني. على بس. ربنا يبارك.